الرحمن الرحيم، استقبلنا في هذا اليوم وفد على المستوى من حكومة إقليم كردستان، أرسل من سيادة رئيس مجلس وزراء إقليم كردستان لمناقشة آليات مشتركة لإدارة صناعة النفط والغاز في الإقليم بما يحمي مصالح الأطراف وبما يؤدي إلى تنمية هذه الصناعة وإرسائها في وضعها الصحيح وتعظيم إيرادات الدولة الاتحادية وكل ما من شأنه حماية حقوق الأطراف وتحقيق التوازن العام للدولة الفيدرالية. هدف وزارة النفط واضح في كل فعالياتها في مختلف الشركات والنشاطات، وهي تعظيم إيرادات الدولة والحصول على أعلى فوائد بما يؤمن حاجة الإنفاق الحتمي للدولة وبما يؤمن رواتب كافة أبناء الوطن وبما يؤدي إلى إرساء قواعد التنمية. وفد الإقليم جاء متفهما جدا لهذه الضرورات التي تعمل فيها وزارة النفط. سياسات العمل في وزارة النفط تكاد تكون سياسات معيارية. نعمل على تطوير كافة التعليمات والوثائق وسياسات العمل لتكون مطابقة للمعايير العالمية وتؤدي إلى رفع مستوى الأداء في كافة الفعاليات في عموم البلاد. فجوة كبيرة كانت موجودة عمرها ربما عشرات السنين، أكيد تحتاج هذه الفجوة إلى نقاشات. ما وجدناها اليوم إيجابية عالية جدا من جانب الإقليم وانفتاح كبير أصلا من جانب وزارة النفط الاتحادية في وضع الحلول والآليات التي تذيب الجليد وتقطع المشاكل في هذا الاتجاه. أتوقع أنه راح نبني أعمال حقيقية، راح ننتظر من عندهم إجابات خلال الأيام المقبلة بعد الرجوع إلى الإدارات العليا في الإقليم، وإن شاء الله بادئة خير تعم على عموم البلاد وتؤدي إلى إيقاف هذا النقاش الجدلي اللي طول هذه السنوات. شكرا. موضوع النفط والغاز من الملفات العالقة بين حكومة الاتحادية وحكومة أقليم كردستان منذ ما يقارب أكثر من 15 عاما. الآن وفق المستجدات الموجودة هناك رؤية واضحة من قبل حكومة أقليم كردستان لمعالجة هذه الإشكالية بشكل جذري وفق لمرجعية الدستور وبما يحقق الثروة النفطية أعلى منفعة للشعب العراقي وأن يوزع إيراداتها بشكل عادل بين الأقاليم والمحافظات وبما يحقق الغاية المطلوبة وتدخل في خدمة المواطنين. هناك آليات ومبادئ طرحة في هذا الاجتماع، أستطيع أن أقول بأن الاجتماع كان اجتماعا صريحا